السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل الوحدة التالتة بتاعتنا، الانسان وعلاقته بالكون. اخدنا الانسان وعلاقته بالمياه، النهارده هناخد الدرس التاني، الانسان والهواء. الهواء نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ولها اهمية كبيرة ومميزات ومكونات واستخدامات مختلفة. فاول حاجة هناخدها مع بعض اهمية الهواء. طيب، أهمية الهواء هو درع واقي من أخطار أشعة الشمس. طبعا أنتوا عارفين إن في أشعة ضارة لأشعة الشمس بتجينا من الفضاء الخارجي، فالله عز وجل جعل لنا الغلاف الجوي والهواء الذي يحيط به الأرض والذي يرتبط به بالجاذبية الأرضية ليحمينا من أخطار أشعة الشمس الضارة ويحمينا من برودة الفضاء الخارجي. ومن مميزات الهواء أنه لا يتبدد في الفضاء، لا يتبدد في الفضاء. يعني إيه لا يتبدد في الفضاء؟ يعني مرتبط بالأرض، مرتبط بالأرض. طبعاً طريق إيه يا ولاد؟ عن طريق الجاذبية الأرضية. عندنا سؤال في الكتاب يقول لك عنه لا يتبدد الهواء في الفضاء. طبعاً الإجابة بسبب وجود الجاذبية الأرضية التي تربط الهواء بالأرض، ودي نعمة من نعم الله عز وجل. طبعاً من ضمن مميزات الهواء أيضاً أنه يحفظ دفء الشمس، يحفظ لنا دفء الشمس على كوكب الأرض. طيب، من أهم مكونات الهواء، طبعا كلنا عارفين واللي طبعا مهم جدا للنبات والحيوان والإنسان، ثاني الأكسجين وثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه النباتات وتعطي الأكسجين الذي تتنفسه الكائنات الحية جميعا، وأيضا النيتروجين الذي يدخل في تركيب البروتينات في النباتات. طبعا استخدامات الهواء كثيرة جدا، ومن ضمنها واحد أنه يدير آلات الهواء التي تولد الكهرباء، وجعل الله الهواء سببا في نقل حبوب اللقاح بين النباتات، وذكر هذا في آية 21 و22 في سورة الحجر، وقال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين ويجري المراكب على الماء. تخيلوا كده المراكب الضخمة الكبيرة اللي بتنقل لنا البضائع وكثير من التجارات. الله عز وجل سخر لنا الهواء ليحملها على الماء، فقال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طبعا كلمة الجواري اللي هي السفن الجارية، الجواري هي السفن الجارية كالأعلام هي الجبال، ورواكد يعني ثوابت. ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل الهواء آية من آيات الله يستخدمها في جريان السفن على الماء، والتي تجري على الماء بسرعة دون أن تكون
ثابتة. كما أن الهواء يحمل الطائرات العملاقة، سواء كانت هذه الطائرات للحروب لحماية البلاد أو للتجارة والسفر. ومعايا سنة أولى، بعد ما عرفنا استخدامات استعرضنا يا أولاد أهمية الهواء واستخداماته ومميزاته ومكوناته، هنشوف ازاي ان احنا نشكر نعمة على نعمة الهواء. ده سؤال عندنا في صفحة 90 في الكتاب، كيف نشكر يشكر الإنسان ربه على نعمة الهواء. أول حاجة ألا نلوثه بغبار المصانع وعوادم السيارات، علشان كده الدولة عملت لنا فلاتر على المصانع، وبحيث ان الغبار اللي يطلع يكون متفلتر مفيهوش ضرر كبير، وعدم نشر الغازات الضاره بالانسان في السلم والحربي. فطبعا يا اولاد احنا عارفين ان الهواء سبب في احياء الارض بالخيرات والثمرات. فقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فطبعا الآية الكريمة بتوضح لنا أن الله عز وجل يرسل الرياح لتكون سحابا، فتكون سحابا فيبسطه في السماء، الله عز وجل يوزعه في السماء كلها فيجعله كسفا يعني قطعا متفرقة، فنرى الودق يخرج، يعني ايه الودق؟ هو المطر يخرج من السحاب بعد ان يوزع على السماء وينزل المطر فيصيب به من يشاء. من يشاء قد يكون حيوان، قد يكون نبات، والانسان طبعا اول مستفيد من المياه، فاحنا بنستخدمه في الاكل والشرب والنظافة وفي كل شغلنا. فبدون الماء الهواء، فبدون الهواء لا نستطيع ان نعيش. طبعا الماء بيجي من حركة الهواء للسحاب الذي يحرك السحاب فينزل الماء. وفي الحديث الشريف حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من الرياح، أول نوع من الرياح هي الصبا، وهي ريح طيبة. الصبا وهي ريح طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، طب ايه هي الصبا دي يا اولاد؟ هي الريح الطيبة. طب وحكايتها ايه؟ لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، جاء الريح شديدة اقتلعت الخيام وأطفأت نيران العدو وأصابتهم بالرعب والخوف ففروا هاربين خوفا. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالريح كانت سبب في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وأيضا أهلكت عاد بالدبور. وما هي الدبور؟ هي ريح مهلكة، والتي أهلكت عاد الأولى، فالريح قد تكون طيبة وقد تكون مهلكة، فهي جند من جنود الله يستخدمها كيف يشاء. وهنا نكون انتهينا من درس الأولاد وأهمية الهواء وكيف نشكر نعمة الله علينا وإيه هي أهميته استخداماته وميزاته. يا رب يكون فهمتوا الدرس إن شاء الله. يا ريت نحل التدريبات صفحة 90، وأي حاجة محتاجينها نتواصل إن شاء الله على الواتس. والسلام عليكم ورحمة الله.